وجه معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب دعوه رسميه الى معالي السيد انطونيو تاجاني رئيس البرلمان الاوروبي لزياره مملكه البحرين على راس وفد من البرلمان الاوروبي. واكد معالي رئيس مجلس النواب ان هذه الزياره ستكون فرصه للتشاور وتبادل الاراء فيما من شانه تعزيز التعاون والعلاقات الثنائيه التي تربط بين مملكه البحرين ودول اوروبا الاعضاء في البرلمان الاوروبي الصديق. مضيفا ان البرلمان البحريني يتطلع لهذه الزياره التي ستثمر في تعزيز مواقف مملكه البحرين الداعمه لقضايا السلام والامن والاستقرار وتاتي هذه الدعوه البرلمانيه في اطار العلاقات المتميزه القائمه بين البرلمان البحريني والبرلمان الاوروبي وتعزيزا لمد جسور التعاون البرلماني بين الطرفين